نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة بالتعاون مع مجلس الأعمال الصيني ملتقى أعمال الحزام والطريق بين الشارقة والصين، وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة. بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاعان العام والخاص في الشارقة، يأتي أعمال ملتقى الحزام والطريق بين الشارقة والصين ليخلق منصة لإيجاد الفرص والشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية بالشارقة، وذلك في ظل التنوع الاقتصادي الذي تشهده الإمارة. نركز على مبادرة الحزام والطريق، وكيف ممكن لهذه المبادرة أن تساهم في انتعاش اقتصاد دولة الإمارات العربية بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص. هناك تركيز على بعض القطاعات التي راح تسهم في هذه المبادرة، من أهم هذه القطاعات طبعا قطاع الخدمات اللوجستية والنقل. الصين تعتبر الشريك التجاري الرقم واحد، نتكلم عن 53 مليار دولار في 2017، نتكلم عن عدد كبير من الاستثمارات والتجارة البينية بين الدولتين، وهذا يعزز مثل هذه الملتقيات. الصين اليوم لاعب كبير، الصين قبل 10 سنوات كانت تختلف عن ما هي اليوم، فأعتقد الشارقة كانت لها جولات متميزة في العشر سنوات الماضية في التعريف المستثمر الصيني، وهذا عزز دور أن اليوم أكثر من 50% من المنتجات التي تدخل على موانئ الشارقة تأتي من الصين. الملتقى استعرض المميزات والتسهيلات التي توفرها المناطق الحرة الاقتصادية في الإمارة باعتبارها بوابة لتوسيع الأعمال باتجاه الأسواق الإقليمية والعالمية، ناهيك عن التعريف بالفرص الواعدة التي تسخر بها الشارقة وإطلاعهم على الخدمات والتسهيلات والتشريعات المرنة لمجتمع الأعمال. بالنسبة لمدينة الشارقة الإعلام كمنطقة حرة، نحن نقدم خدمات تأسيس الشركات والترخيص التجاري فيما يتعلق بكافة أنواع الخدمات، بداية من الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الإعلامي والتلفزيوني إلى الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا والبنية التحتية للتكنولوجيا. هذا الملتقى مهم جدا لنا، كونه يسهل علينا الحصول على المزيد من المعلومات والالتقاء مباشرة بالمعنيين وعقد الصفقات، وبالتالي الاستثمار والحصول على فرص عمل أكبر. هذا وأطلق مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة خلال الملتقى حسابه الرسمي على تطبيق ويتشات الأكثر استخداماً في الصين، بهدف تحقيق مرونة أكثر في التواصل بين المستثمرين من الجانبين.